بالظبط أشبه بالعمارة، كل ما يكون أساسها سليم البنى بيبقى سليم. مشكلة شغلة معظم أولياء الأمور، أغلبية أولياء الأمور بيعانوا من مرحلة تأسيس الأطفال. بتيجي في وقت تأسيس الطفل السن بتاعه تبقى مش عارفة تتعامل معاه إزاي. عشان كده النهاردة جبنا لكم يعني أهل التخصص زي ما بيقولوا، معانا ومعاكم بنرحب بيها الأستاذة منى ثابت، مدرب معتمد نور البيان لأحكام القراءية للغة العربية وقواعد التجويد. اهلا ومرحبا بيكي يا اهلا استاذه. بيكي، اهلا بيكي يا اخبارك رانيا. ايه؟ الحمد لله، اهلا بيكي، سعيده شرفتينا جدا ونورتينا بوجودي النهارده في معاكم، برنامجنا. سعيده حبيبتي بوجودي معاكم مع فريق العمل. طيب مبدئيا كده كنا عايزين نعرف ايه هو نور البيان وايه فكرته وبدات ازاي؟ منهج نور البيان ده طريقه مبسطه جدا ظهرت بتبين ازاي اعلم الطفل القراءه والكتابه، ومن خلال الطريقه دي بيقدر الطفل ان هو يقرا اي جمله، وكمان يقدر ان هو يقرا الايات القرانيه. جميل. معنى كده ان يعني هل نور البيان بيتعارض مع المناهج الطبيعيه بتاعت المدارس اللي لا الاولاد بالعكس، المفروض بالعكس، بتتعلمها؟ لا بالعكس، احنا بنأسس الولد ان هو يقرا ويكتب، والمناهج عايزه ان الطفل يقرا ويكتب، فطبيعي ان احنا بنوازي بعض، بس احنا بنبدا بسن صغير وبنبدا ان احنا بنأسس. يعني مثلا السن الطبيعي المفروض اللي الامهات تبدا تعلم اولادها فيه نور البيان يكون السن احنا قد ايه؟ بنبدأ مع الطفل من سن 3 سنين، بنستخدم معاه جميع الوسائل تمام. اللي تقدر ان هي توصل له المعلومة، سواء عن طريق انشودة، سواء عن طريق قصة، سواء عن طريق وسائل تعليمية، ان هو يقدر من خلالها. 3 سنين سن صغير قوي مس منى. بس انا بشوف بأهله، ده تمام. بيبقى تأهيل لي، طب وايه في مش التأهيل ده؟ بستعمل معاه مش قلم بستعمل و معاه قلم، لا مفيش قلم بتستعمليه معاه، لان في اطفال بتبقى لسه اعصاب ايديها بتكون ضعيفه. بستخدم مثلا العاب يدويه، بستخدم حاجات تقوي اعصاب الايد زي الالعاب اليدويه، زي الصلصال، زي المكعبات، زي المقص اليدوي اللي هو بس المقص اللي هو اللي بيقص الورق، حاجات بتكون يعني بسيطه. مش مجرد قواعد، انت بتدخلي حاجات جديده تساعد الطفل وتعينه على تسهيل الفهم. بالظبط كده، من طب خلالها بعمل ايه؟ بأهل الطفل ان هو يكون في يتفاعل مع اصحابه، يعرف ازاي يتفاعل، بيطلع رحلات، بيندمج، بتكوني الطفل من السن ده. بعد كده بتبدأي ان انت بيوصل مثلا سن 3 سنين ونص، بتشوفي برضه بيكون في قدرات ما بين الولاد وبعضها، بتشوفي ايديه بتبقى عامله ازاي، بيمسك القلم، بتبدأي ان انت تعرفيه على الحروف وقراءتها ومخارجها. استاذه منى كنا عايزين نعرف يعني السر ورا النجاح الكبير اللي انت حققتيه في نور حبيبي البيان. حبيبتي شكرا. كل ثلاث يعني معظم اولياء الامور احنا شايفين ريفيوهات حلوه جدا عنك، تسلميلي حبيبتي شكرا. ناس كتير بتشكر ان انت اولادهم بداوا الحمد يتعلموا لله، القرايه في سن صغيره جدا. الحمد لله، ده في الاول فايه في السر الاخر، بقى يعني؟ في الاول في الاخر ده فضل من ربنا سبحانه اكيد وتعالى، طبعا. الحمد لله. بس المعلمه بتقرا الطفل، بتشوف الطفل عايز ايه، ببدا معاه اقرا، اشوف ايه الطريقه المناسبه ليه، بعتمد ان انا اجذب انتباهه. طبعا انت عارفه ان انت تجذبي انتباه الطفل ده بيكون يعني انتباهه بيكون ما بين 5 دقايق و10 دقايق. جميل جدا. هرجع لك تاني، بس الاول عايزين برضو نرحب بالشيف الجميله الشيف دولي، برضو منورانا معانا النهارده. اهلا بيكي. طبعا شيف دولي مش اول مره تتالق معانا، بس ناس كتير طلبت ان الشيف تبقى موجوده معانا تاني. قولي لنا بقى، هنخش انت عامله ايه النهارده؟ طمنينا. النهارده هعمل بقى حاجه جميله جدا، هعمل معاكم الكوسه بالطريقه التركي. الكوسه دي مفيده جدا جدا لعضله القلب، وفي ناس كتير الاطفال والصغيرين والكبار في ناس كتير ما بيحبوهاش، بس الطريقه دي لما بتعمليها تغيير، بدل مثلا الخضار احنا بنعملها بالطريقه التركيه، فهتبقى جميله جدا. قضيتي على المشكلة بتاعت الناس اللي ما بتحبش تمام. الكوسة. ناس كتير قوي ما بتحبش الكوسة، فعلا انا من ضمن الناس اللي ما بتحبش الكوسة لا زي انا دي. لما ان النهارده شاء الله هتدوقيها هخليكي تحبيها هتعجبك بإذن بالطريقة الله. دي. وهعمل برضو حاجة حلوة تانية، هعمل بسكوت بالجيلي بالكاستر. تمام. تقولي لنا، طب نبدأ بمقادير الكوسة. تمام، بصوا نوزن اولا مقادير الكوسة الكوسة زي ما حضرتكم شايفين اهيت ما فيهاش اي حاجه، انا بجيبها وبتغسل وبقسمها نصين كده، انا سايبه بس واحده عشان ايه يعني اللي مش عارفه. بصوا أنا من هنا كده القلب بتاعها بالمعلقه كده، بصوا بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه اهي، بصوا اهي
بس ما فيهاش اي حاجه. بتبداي بتحطي عليها اكيد انا هقول المقادير بتاعتها. اولا معايا ميكس جبن، ان هو جبنه موزاريلا مع جبنه البيضه القريش بتاعتنا العادي، مع بيضه، مع حبه شبت صغيرين، ملح خفيف جدا، وحبه معلقه زيت. طيب وهيتقلي الخليط ده. نعمل ايه؟ قولي لنا كده. انا هعمل ايه؟ هاخد الكوسه دلوقتي وهروح على البوتاجاز. طبعا لازم يكون في ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوسه دي هنزل بيها الاول تاخد صدمه، ما احنا مش هنسلقها، هنديلها صدمه. تمام. يا دوبك كده بس دقيقه واحده وهنطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. دوبك كده دقيقة أو دقيقتين بس، عشان يعني إيه لما نيجي هي أصلا ما بتاخدش سوا، فعشان ما ندخلها برضو الفرن يا دوبك إيه تتحمر بس. طيب على ما تديها الصدمة وهرجع لك تاني. تمام. أرجع لأستاذة منى. أستاذة منى قولي لي بقى إيه الوسائل اللي أنتِ بتدخليها أو ضفتيها في نور البيان؟ يعني أنا شايفة إن أنتِ محضرة حاجات جميلة، ورينا كده أنتِ عاملة إيه. دي وسائل تعتبر للطفل من سن 3 سنين ونص. جميل. ببدأ إن أنا بعرفه الحروف وأشوفه. ده إيه بقى يعني ده كتاب ولا إيه؟ هو شكله هو كتاب التفاعل. ده كتاب تفاعل للطفل من خلال الحروف اللي هو بياخدها. ببدا ان انا بعرف الحرف شكله ايه وبيتكتب ازاي، وببدا معاه برضو ان انا بوري له. بتهتمي بالكتابه طبعا بطريقه صحيحه؟ اكيد بتلاقي مع الكتابه لا مع المخرج بتاع الحرف كمان. في حروف بتبقى لسويه، حروف مفخمه، حروف مرققه، في حروف يعني على حسب برضو كل حرف، في حروف متشابهه مع بعضها. الحروف اللثويه هنا احنا بنعلمه بحركه، يعني نوري برضو الساده المشاهدين هنا. ارفعي كده الكتاب ثواني. او هي هنا جايبه هنا حركه اللسان، يعني بتوري ان هنا الحروف اللثويه المخرج بتاع الحرف بيكون من طرف اللسان، حرف الساء، حرف الذال، حرف الظاء. جميل. ايه كمان؟ وهنا عندي الحروف المفخمه. ده كده بقى كتاب تفاعلي صح كده؟ ده ممكن ماما تعمله للطفل، بيكون بالنسبه له كمراجعه، وفي نفس الوقت ان هو بيجذب انتباهه وبيركز فيها وبيثبت المعلومه. جميل. عنده. جميل. هنا عندي برده عامله الحروف المفخمه، هنا كمان عامله الاشكال الكاف، عامله كراسي الهمزه. هو انا كنت اسالك سؤال بس انت تعتبر كده يعني جاوبتيني عليه، ان انا كنت اقول لك مش ملاحظه ان الحروف المفخمه الحروف اللثويه وثلاث سنين، يعني المنهج كتير قوي على عقليه الطفل في السن ده ان هو. لا مش كتير ولا حاجه، بالعكس. فانت عامله وسائل بتجذبي بيها. انت بتعملي اسلوب صح، بتمشي معاه باسلوب صح، مش كتير. انت مجرد بدل ما بتقولي له مثلا حرف مثلا ظاء، بتطلعي مخرج الظاء وتوريه له. خلاص اتعود ان هو ينطق صح وينطق القران. انت بتقولي له ان دي خاء مش خاء، بتقولي له ان دي راء مش راء. يعني انت بتقابلي بقى نطق غلط. ايوه انت بتقابلي. يعني مثلا باجي اقول ما بقولش ب، بقول باء، بقول تاء، بقول ساء. بعود. جميل. الطفل ان هو يقرا الحروف بطريقه صحيحه. تمام. مع المخرج بتاعها. برضو الولاد من استفاد برضو ان الولاد اللي عندهم صعوبه في الكلام بيبداوا ان هم بيعرفوا يطلعوا الكلام صح. يعني لو قلنا مثلا هل نور البيان بيساعد اولياء الامور او الاطفال، اولياء الامور اللي اطفالهم بتعاني من التخاطب او مشاكل التخاطب، التلعثم، الحاجات طبعاً دي، هل طبعاً بيعالج؟ طبعا طبعا. ومعظم الدكاتره كلهم بينصحوا اولياء الامور ان هم يدوروا على مدرسات نور البيان. جميل. طب نكمل الكتاب. ايه كمان معانا؟ هنا عندي كراسي الهمزه، هنا عندي اشكال الهاء، فساتين الهاء، وعامله لها هنا زي دولاب بيتفتح عشان يبقى عارف ان ده الدولاب. فساتين الهاء 5. جميل. هنا عندي برضو ما شاء الله. لا الكتاب مبهج جدا والوانه حلوه جدا. هنا برضو عندي هنا دي الحروف الشائيه. جميل قوي. حروف الايد. طيب الواحده. احنا برضو عايزين نرجع للفيديوهات الاطفال اللي احنا الفيديوهات وهي نستعرضها. تمام. فيديوهات الاطفال وهي بتقرا. حط معانا على الشاشه. نكتب بقى كلمة كده.
من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة واديك عالصعب قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم بالوقت بيداروا بصفهم ورهنوا عليك ترسروا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه واديك عالصعب قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم بالوقت بيداروا بصفهم ورهنوا عليك الحقيقة. أنا لما شفت الفيديو حسيت ببهجة رهيبة جدا، حاجة مشرفة جدا. أستاذة منى مديرة ستارز أكاديمي، أنت منورانا النهاردة وعاملة حاجة بجد مبدعة وتليق بالطفل. طيب نرجع بس للشيف سريعا، وصلنا لإيه شيف؟ طمينا. احنا خلاص نزلنا بالكوسة سلقناها، يا دوبك خدت صدمة طلعناها، وده الخليط اللي هو عبارة عن جبنة موزاريلا، جبنة بيضة بيض وبيضاية هي كاملة، حبة شيبت صغيرين، وهنحط معلقه زيت كده بسيطه بس، هو كده بس. دي كده الخلطه بتاعتنا. أيوة. جميل. هنظبطها وهنحشي الكوسه وهندخلها الفرن. تمام. ما بتاخدش وقت ومش مكلفه ومغذيه جدا جدا. طيب احنا يعني هنوري برضو الساده المشاهدين واحنا بنعملها. تمام. اهي الخلطه كده معايا جاهزه، هنعمل كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. تمام.
هرجع لك تاني، عايزه اشوف احنا معانا فيديوهات الاول عايزه اتعرف بالاطفال الحلوين. معانا مايك حبيبي، ممكن عرفنا بنفسك كده؟ اسمي ادم. ادم كم سنه ادم؟ 8. ادم بقى يعني كلميني كده، انت كنت مع ميس منى بقالك قد ايه؟ ادم بقاله زي يعني اقل من سنه. بقاله سنه معاك. وصلنا لفين يا ميس منى؟ كان متاخر طبعا، وكان لسه مش عارف القرايه والكتابه. جميل. وبدات معاه والحمد لله دلوقتي يعني بدا ان هو خلص منهج نور البيان ودخل على كورس النحو. وصلت للنحو؟ 8 سنين؟ لا بجد حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه جدا. طيب يعني لو انا سالته دلوقتي قلت له عايزين نشوف حاجه كده، المثنى، لو انا عندي بنت وبنت هقول عليهم ايه؟ طب لو انا حبيت استخدم اسم الاشاره مع بنتين هقول ايه؟ المايك عندك كده؟ بنتين. برافو. طب لو انا عايزه اقول ضمير الغائب؟ هاتان بنتين. لا الغائب هو هو بقى هما بنتين. برافو عليك. يلا نشوف بقى الجميل، ندي المايك ليها. اسمك ايه جميل؟ ريتيل. ريتيل عاملة بقى التواكي الجميلة وبنوتة جميلة خالص، البنوتة حلوة جدا. ريتال وصلت للشدة. كم سنة يا رورو؟ 6 سنين. طيب قولي لي بقى ايه مستواها؟ ريتال وصلت للشدة وبتقرا بالشدة وجمل ما شاء الله عليها، وبرضه أخدت. طب يعني احنا ممكن نشوف حاجة قولي لها أنشودة الشدة. لا اعلي صوتك، انا مش سامعه خالص، احنا عايزين نستخدم الاناشيد عشان نقدر. طب قولي كده الاغنيه تاني. المايك. انا شد مره علي صوتك. لما باجي فوق الحرف منطقني مرتين، اول ساكن تاني متحرك. برافو عليكي، جميل ما شاء الله، حاجه مشرفه جدا. ندي المايك للجميل اللي جنبك. اسمك ايه؟ سلمى. كم سنه يا سلمى؟ 5. انت بتحبي ميس منى؟ قولي لي مالكيش دعوه ان هي قاعده جنبك، بتحبيها؟ يعني بتبقي مبسوطه وانت رايحه الدرس او رايحه الكورس اللي بتاخديه مع ميس منى، ولا بتضربك، ولا في اي حاجه بتضايقك في الدرس؟ ببقى رايحه مبسوطه. يعني ايه اكتر حاجه بتحبيها بقى مع ميس منى؟ يعني لما تبقي عايزه تروحي الدرس عشان خاطر ايه، او الكورس عشان ايه؟ بتقلدني. بتقلدك. طب قولي لي كده انت بقى. سلمى هتقول لك الدليل بتاع التحفه. بندي طبعا بندي دليل من التحفه. طب ايه الاول؟ طبعا بيبقى في احكام، يعتبر في القران ان المد ده ليه احكام. جميل. فبنستخدم معاه تحفه الاطفال، فتبدا تديكي بقى ايه حته كده معينه من تحفه الاطفال للمدود. يلا اسمع بقى. ها. يلا. ها. المد اصلي وفرعي له. وسمي اولا طبيعيا واهو، فلا توقف له على سبب، ولا بدونه حروف تشتلب، اي حرف غير همز او سكون. لا أبعد مد فالطبيعي يكون، حروفه ثلاثة فعيها من أصل واين ويا في نوحيها. برافو عليك. برافو 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 بجد. يعني لا بس الحاجات دي كبيرة قوي ميس منى على سنهم ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، هي بتبقى سهلة وبالتكرار. هم حافظين كمان ومتمكنين بالتكرار دي، وهم كمان فاهمين معناها ايه، ان حروف المد بيكونوا 3 حروف قبليها مفتوح. ألف المد بتحب ايه؟ يا المد. واو المد. جميل قوي. جميل قوي. طيب ميس منى انت عامله حاجه محترمه قوي بجد. عايزه اعرف الشيف احنا وصلنا لايه؟ احنا كده انا كده خلاص الصينيه جاهزه ان هي تخش الفرن. انا حطيت الحشو بقى، لو في مثلا حاجه جاهزه نعرضها نورينا بقى الشكل النهائي ليها ايه. تمام. اهي شكلها النهائي اهو. طيب جميل. وسريعا عايزه اعرف الحلو كانت فكرته برضو، قولي لي المقادير انت ناويه تعملي ايه. هعمل بسكوت بالجيلي والكاستر. تمام. المقادير لبن. تمام. معايا لبن اهو. تمام. ومعايا البسكوت ومعايا الجيلي. هعمل ايه؟ هاخد البسكوت هحطه في اللبن كده على السريع كده، وهطلعه في الصينيه. ماشي. تمام اهو، ما فيهوش اي حاجه. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ بعد كده هعمل المهلبيه. تمام. المهلبيه هي لبن وسكر. تمام.
بس هي تتقل بس معايا يعني. بصي زي اي مهلبيه عاديه، المهلبيه العاديه جدا. اهي قوامها هيبقى كده بعد ما انا عملت تمام. البسكوت و هننزل بيها، هنكون مظبطه الصينيه، هننزل بالمهلبيه على البسكوت واسيبها شويه على جنب. تمام. وهعمل الجيلي، نكون هي مسكت نفسها شويه، المقادير نزلت على الشاشه برضو. تمام. نسيبها بقى شويه، بعد كده هتكون هي مسكت نفسها، هفضي الجيلي عليها وادخلها الثلاجه وبس. جميل قوي قوي. طب برضو لو نشوف الشكل النهائي برضو عشان تمام نوري الساده المشاهدين الشكل النهائي هيبقى ازاي. دي كده الشكل النهائي للاكله بتاعتنا. جميل قوي قوي. تمام. شيف دولي، يعني انت بصراحه بتبدعيها بالاكل بتاعك، الاكل شكله جميل شكرا. جدا. عايزين برضو الكاميرا تجيب الصوره توضحها. جميل قوي. طب برضو الكوسه في الاخر الشكل النهائي بتاعها اهي. جميل. تمام تمام حاجه كويسه جدا، وان شاء الله دايما كده متالقه معانا في المطبخ. بجد يعني بتبهرينا بالاكلات بتاعتك. طبعا اللي حابب يتابع شيف دولي، طبعا احنا القناه بتاعتها مام شيف، قولي لي كده اسمها ايه؟ على اليوتيوب مطبخ ماما دولي وبنتها. تمام. والتواصل برضو بتاع استاذه منى على الشاشه، على اليوتيوب وعلى الفيس ستارز اكاديمي. ستارز اكاديمي. استاذه منى، بترتبي لايه الخطوه الجايه ان شاء الله، وبتحضري لنا لايه؟ ان شاء الله باذن الله هنبدا ان احنا ندي دورات للكبار، للامهات والمعلمات، بحيث ان احنا ننشر المنهج لجميع الحضانات، ويقدر ان هو ان كل الاطفال تتعلم الطريقه المبسطه. عايزه اعرف برضو ايه اللي في الكروت ايه؟ دي برضو وسائل من الوسائل، دي كروت بتبين شكل الحرف اول الكلمه وسط الكلمه. جميل. بتدي معنى لكل كلمه هو بيقراها، بيكون موجوده هنا، بعمل كميه معلومات، بيبقى عنده حصيله معلومات هائله من المعاني كمان. فبيبقى شايف بكى يعني واحد بيبكي، طبخه قولي بقى يا ادم، انت لما بتشوف الصور دي في الشرح بقى بتبقى حابب الشرح اكتر، يعني بتبقى رايح مخصوص عشان خاطر الوسائل دي، ولا في ايه معين، حاجه معينه بتخليك تحب الكورس اكتر؟ المايك بس في ايديك. الوسائل اكتر. ها يعني ما بتجيش مثلا يوم تقول لمامي انا مش عايزه اروح الكورس، انا مش عايزه اذاكر؟ لا بروح. بتبقى حابب الموضوع. طب وسلمى، عايزه اسمع سلمى، تبقي حابه تروحي الكورس يا سلمى؟ انت قلتي لي انا بحب ميس منى وبقلدها، تبقي حابه تروحي الكورس؟ ايه السبب بقى؟ تبقي مثلا مبسوطه هناك، ولا متضايقه، حاجه بتبقي صعبه عليكي مثلا؟ تبقي مبسوطه. عايزه برضو اشوف في فيديو معانا للاطفال لو هما بيقروا. ماشي، نشوفه سريعا كده، لقطات سريعه من الفيديوهات. وقال غارمين هنا، وانا طابش باللام عشان اللام
تتكلم ايه؟ شمسية مضغمة. برافو، بتتكلم ولا ايه؟ تكتب ولا؟ تكتب. طب هنا؟ لام ايه؟ لام شمسية. هنا؟ لام قمرية. طب دي عشان اللام عليها ايه؟ سكون. عليها سكون. واتنطقت ولا ما اتنطقتش؟ اتنطقت. بقول عليها لام قمرية ايه؟ مضغمة. كذلك الله خليك. نقراها تاني؟ يلا بسرعة. وفي حابة برضو أشوف، يعني أنا شايفة نتيجة كويسة جدا. حابة أسمع ريتال، عايزة كده أمسك المايك يا رورو، عايزة بقى أشوفك وأنت بتقرأي كده قدامنا، توري للسادة المشاهدين. بكاية. علي صوتك. طباخة. طباخة. بخميه. سحابة. برافو. جميل. شريبة. برافو. شطورة جدا جدا، برافو عليكي. شيف دولي، سؤال أخير بقى نختم بيه كده فقرة المطبخ. طبعا السؤال بتاعنا اللي احنا متعودين بيه معاكي، تنصحي العرايس الجديدة أو اللي لسه في المطبخ بيتعلموا التكات بتاعة الأكل، تكات المحشي، تكات أنت عندك كده تكات دايما بتبهرينا بيها. تمام. إيه هي بقى؟ هما بس يعني لازم يحبوا الحاجة عشان تطلع معاهم كويسة. أي حد هيعرف يعمل الأكل، مش شغلانة يعني. جميل. هو بس إيه، أنت تحبي الحاجة هتكون كويسة معاكي. انا بعمل ايه؟ هي بهارات، توابل، حاجات معينه كده هي اللي بتخلي الاكله طعمه وجميله، بس اهم حاجه انت تكوني ايه بتحبيها. تمام. إيه لو قلنا مثلا هقول لك المحشي. طيب هقول لكم حاجه سريعاً. المحشي سريعا، طبعا انا بمسك بخرط البصل وبشوحه على البوتاجاز، وبعدين بحط البهارات عليه. وفي بقى تكايه كده حلوه، بصوا الشمر، كلكم عارفين الشمر، يا دوبك اقل من معلقه الشاي يعني، نصها كده تتحط عليه، بتدي له تيست عالي جدا جدا. والخضره يا جماعه ما حدش يحطها غير في اخر، بعد ما تحطي الطماطم الفريش تتسبك مع البصل مع الحباش وكله، في الاخر خالص نحط الخضره بتاعتنا الجميله اللي احنا هنعملها دي اخر حاجه. طب حابه تضيفي معانا حاجه تانية؟ تكيت عن حاجه معينه تانية ولا؟ انا هقول لك كمان، انا على فكره جربت البانيه، لو حد تحط له حبه زعتر فريش بتبقى تحفه، بيبقى تحفه تحفه تحفه. بصراحه حاجه جميله جدا، انا مبسوطه جدا اني كان معايا ضيفتين زي اللي معانا دلوقتي، استاذه منى والاستاذه وشيف دولي. حلقه كانت فقره رائعه جدا، هنسيبكم ونرجع لكم فاصل تاني مع فقره مهمه جدا في عالم الجمال وكل ما يخص البشره مع الميك اب الارتست الجميله ميادة نادر. استنونا فاصل.